للحديث عن تداعيات الجفاف في العراق وتأثيره الحالي والمستقبلي على البلاد ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الخبير في الزراعة والموارد المائية الدكتور تحسين الموسوي. دكتور تحسين، بداية مرحبا بك. أسباب كثيرة أدت إلى حالة الجفاف التي يعيشها العراق، كيف ترى تداعيات تلك الحالة على القطاع الزراعي؟ بالبداية أحييكم وأسف لرداءة الصوت، لكني أنا جزء من السؤال بس بي على رداءة الوضع بالنسبة للمياه والتراجع قطاع الزراعة. سيدي الكريم، ما أعرف إذا صوتي يوصلكم واضح على أجل أخذ إشارة من عندكم. واضح، تفضل. شكرا جزيلا. بدأنا الآن الموسم الرابع، دخلنا الموسم الرابع على التوالي من مسألة الجفاف حقيقة، ولا أبالغ فيما أقول أننا بدأنا نسير بسرعة جنونية نحو الهاوية في ملف المياه. ملف ليس متراجع، إنما الملف أصبح يشكل خطر كبير. لا نتكلم اليوم فقط عن الأمن الغذائي المهدد، الوضع المهدد، نحن الآن نتكلم عن مياه شق. الأزمة ستكون وبدأت مناطق أسفل بغداد تشهد شحة عالية. حقيقة الخزين المتوفر الآن هو الجزء الميت من بحيرة الشرشار، واللي استخدمناه يعني أجي منه للمرة الأولى بعد رفع عن طريق المضخات، واللي من الممكن أن يغذي محطيش والفرات بمئة متر مكعب الثاني. أعتقد هذا الرقم جدا ضعيف، خاصة واستخداماتنا استخدامات قديمة ولا نزال لحد هذه اللحظة بعد الشح العالمي، رغم التحذيرات رغم التنبؤات المستمرة. لكن الآن بدأت أعتقد أن وزارة الموارد المائية نوعا ما هي مرتبكة وتفقد السيطرة من خلال ملف المياه. أعتقد الأيام القادمة ستكون وضع الحكومة صعب، وسيكون الوضع حرج أكثر، خاصة بأن الهوار شهدت بحدود 90% جفاف كامل وحجرة ونفوخ حيوانات. الخطة الشتوية لحد هذه اللحظة هي غير مؤمنة، على الرغم طيب. أنه أكثر من 50%. إلى أي مدى أثر قطع إيران روافد الأنهار المغذية لنهر دجلة في ترسيخ حالة الجفاف وازدياد وتدهور يعني الإنتاج الزراعي؟ لربما حديث عن دجلة يكون نوعا ما أهون من الفرات، كون أن دجلة لديه عدة روافد، يعني نتكلم عن دجلة روافد من إيران، أكيد هي شهدت قطع تام، يعني وصلت الإيرادات للصفر، لكن توجد موارد داخلية وبنفس الوقت أيضا موارد أخرى من تركيا، عكس نهر الفرات اللي يتغذى تغذية كاملة من تركيا. الإيرادات صفر حاليا، أنا قلت لك المخزون الموجود حاليا اعتقد هو مخزون لربما نتحدث عن مياه الشرب وجزء من البساتين، حتى تأمين كامل من البساتين لا يوجد لحد هذه اللحظة. التعليمات الأخيرة اللي صدرت لربما حتى هذا الموسم بالنسبة سيتم فقط الأماكن التي يوفر بها. طيب أستاذ تحسين، يعني لا نتساءل لماذا، ولكن نقول يعني مع غياب الدور الفاعل للحكومة من المفترض أن لا تلقي دائما بالسبب تعلقه على التغير المناخي. دور وزارة الموارد المائية، دور وزارة الزراعة، دور الوزارات التي يرصد لها ملايين الدولارات، يعني أين هو في حين المواطن العراقي يعاني من قلة في المياه، يعاني من غلاء الأسعار بسبب قلة المحاصيل الزراعية، وكذلك هجرة الفلاحين نحو المدن، دور الحكومة كيف تنظر إليه؟ سيدي الكريم، أعتقد يعني من نتحدث بهذا الذي يبادر بالذهن أنه هذه مسألة الفساد اللي استشرى، بل بالعكس بل أكل جسم وجسد المؤسسة العراقية، فأكيد أن النتائج تكون بهذا المستوى. أما بالنسبة للموضوع المياه اللي نتكلم عنه، وهو أيضا هذا جزء مهم ويشكل أكثر نسبة فساد عالية، سواء تحدث بعملية الاستخدام للمياه أو ترشيد المياه أو حتى ثقافة المياه، لكن رمي الكرة أو التعكس فقط على الملف الخارجي والتغيير المناخي، أنا أعتقد هذا هروب من المسؤولية. كان المفروض أن تكون هناك استخدام بدائل. يعني اليوم نتكلم عن الوجود، نتكلم عن سبل الحياة، كان ممكن أن نذهب إلى استخدام البدائل.
بدائل تحليه مياه البذل، لدينا ساحل على الخليج من الممكن ايضا كان استخدامه، خاصه اليوم استخدام الطاقه النظيفه اللي قلل الكلفه بعد كانت من الوقود الاحفوري. يعني اليوم كلفه الطاقه النظيفه باعاده المياه هي كلفه بسيطه، ليس فقط في استخدامات مياه الشرب لربما حتى تنجح في استخدامات الزراعه المغلقه، زراعه البيوت الزجاجيه. كان يجب الاستغناء عن البحيرات الطينيه التي تستهلك مياه كميه كبيره وهي متجاوزه بنسبه عاليه اكثر من المخططات. كان ممكن ايضا الاتجاه الى المشاريع المغلقه، كان ممكن الاتجاه الى اعاده تدوير المياه، لكن للاسف الشديد نرجع الى المرض والوباء اللي ضرب المؤسسه العراقيه باكملها. طبعا هذه نتائج الفساد اللي انتشرت اللي اوصل البلاد بها، ولا احنا من نتكلم اليوم عن انتاج محلي، انا اقصد انتاج النفط وانتعاش وهكذا موازنات تجاريه، ونحن نعيش نسبه فقر تكاد تصل في بعض المحافظات الى 50%، يعني هذه متناقضات حقيقه. نعم. يعني ضد هذا الموضوع، اما هذا الملف اللي ما اخذ اولويه واللي غاب تماما بعد 2003 بدت الان خطه الفعليه بدت تظهر. انا اعتقد قادم الايام ستحدث توترات، يعني الملف الامن القومي مهدد، التوترات الداخليه، خلاف داخل المحافظات، خلاف بين المحافظات سوف يؤدي الى يهدد السلم المجتمعي. يعني حقيقه الموضوع صعب جدا واصبح معقد، خاصه بعد ما وصلنا هكذا مراحل، يعني نتكلم عن نسبه تصحر وصلت تهديد بحدود 90%. شكرا جزيلا، نشكرك شكرا جزيلا. من بغداد خبير الزراعة والموارد المائية الأستاذ تحسين الموسوي، ونعتذر منك لضيق الوقت.